تعرفت علي جوات الكادر واليوم حتعرف علي برات الكادر. أنا أسامة بعلبكي. أتمنى لو أنسى عمل بالنسبة لأي رسام وأنا لألي بالتحديد ببلش عبارة عن حدث بالعمل وبالمشروع القادم. المرسم مرتب على النحو اللي بحبه. بمجرد ما يمضى نص ساعة أو أكثر شوي من الشغل بيكون صار في القابلية لواحد يدخل على جو العمل. يعني أعرفكم على ليلى، هي هلا موضوع حياتنا ومتعتنا. يعني واحد بيستمد من هالكيان العاطفي، بيستمد معنى جديد للحياة وللعمل. من الرسامين مرتبط شغلهم مع ساعات طويلة من تأمل وسماع الموسيقى. أنا بفضل دائما يكون في خلفية موسيقية. بسمع محمد عبد الوهاب، وديع الصافي، أم كلثوم أو أزنبور، بياف. عم بختار إني أسمع بالوسائل القديمة. جبت تورن ديسك وعم جمع أسطوانات عربية وأجنبية. Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. مكتبي والكتب من الأغراض اللي لازم تكون مرافقتني دايما. أنا بجمع الكتب من عمر 13 أو 14. بحب العيش بين الورق وروائح الكتب. بتخيل دائما المكتبة ككائن حي، يعني بضج بالحياة. أنا برتبها بعيني زائدة أوقات. يعني بقول للشباب جميعا انه يعيشوا الحياة بشغف ويفتشوا على ميول فنية، وانه يحاطوا حالهم بالفن وبالثقافة عموما.